مرحبا برج الحوت في القراءة العامة، راح تكون تعتقون برج الحوت. شكلك زعلان يا برج الحوت وجالس مع نفسك وبتعيد في الماضي والحاضر وفي كل الأحداث اللي صارت في العلاقة أو في العمل، أو أنت شخص مثلا أنت حامل مسؤولية العائلة، أنت رب منزل. خلينا أشوف شو وراك. انت شايف شخص هو اصغر منك سنا مقدم لك عرض، وانت يعني قاعد بتقيس اذا كان علاقة، عمالك بتقيس هل يصلح او لا يصلح، يعني زي انت بتحسبها على الورقة والدفتر والقلم، مثلا شو الايجابيات من هاي العلاقة وشو السلبيات في هاي العلاقة، يعني شوي انت متردد. احتمال انت شايف في شخص عاجبك وانت شايفه اصغر منك سنا ومتردد انك انت مثلا تصارحه، بس انا شايفه هو مصارحك او عارض عليك عمل. احتمال انت معروض عليك عمل حاسس انه هو مثلا مش لسنك. الشخص هذا شخص شكله عنيدي وشخص شوي هيك بحب العمل، عملي جدا وشكله شخص حرفي ومحتال. الشخص ده محتال على فكرة. طب خلينا نشوف. حاليا الشخص هذا بمر في انفصال، انفصال من علاقة، انفصال من عمل، احتمال انفصال عن طريق المحكمة. بمر في شيء هذا الشخص، انفصال عن العمل أو انفصال عن شخص هو مرتبط فيه كزواج وانفصل عنه عن طريق المحكمة. الشخص هذا حاليا أصبح حر نفسه وتباعد عن علاقة كانت بالنسبة له مرهقة، واحتمال إنه تباعد والشخص هذا عرض عليك عرض مثلا كزواج أو حب أو عمل. طب الشخص هذا حاسس انه انت مشاعر من ناحيتك، هو حاسس انك انت في برجك، برج الحوت، غامض غامض جدا، وحاسس انك انت خدعت قبل هالمرة وانت مش رح تقبل عرضه. انت شخص ناضج، حاسس انك ناضج ومارق في علاقات يأسفك من جميع العلاقات الأخرى. شايفك شخص جاهز دائما، عندك جهوزية لكل شيء، يعني أنت جاهز لكل صدمات الحياة وجاهز، يعني حتى إذا شخص حاول يخدعك أنت جاهز تواجهه. وكمان إذا شخص شافك أنت شخص روحاني جدا وشخص عظيم، احتمال أنت شخص غامض، مش عارف هو شايفك مخادع ولا كيف، مش كيف، بس لا انا شايفه هو شاعر انك انت مريت في خداعات كتير لكن انت حاططها جواتك، يعني انت مغلق عليها في الصندوق الاسود اللي داخلك. مش شايفك انك حقود، لا انت مريت في آلام من جميع الاشخاص، وكأنك هاي الآلام خلتك ناضج، ناضج جدا جدا. الشخص هذا انت في عقله الباطني الشخص اللي الغامض الواضح، يعني شايفين كيف الغامض الواضح، واضح بعد الشيء وغامض بعد الشيء. كمان انا شايف انك شكاك، شكاك وغيور على فكرة، وشايفك انك انت مرقت بعلاقات بس انت يعني ما وضحتلوش إلا الشيء اللي مريت فيه المؤلم اللي آلمك. وشافك إنك أنت شخص مكابر، مكابر جدا رغم دروس الحياة اللي أنت أخذتها، يعني أنت زي شو ما صار فيك لساتك واقف على إجريك، وأنت شخص محبوب وشخص طيب جدا وشخص بسبب طيبتك الناس طعمتك في ظهرك.
بس انا شايفك غامض يعني، شايفك او متباعد او اختفيت، قطعت العلاقة، انتهت العلاقة، انت تباعدت، احتمال انت متباعد عن هذا الشخص، حاول يراسلك بس انت قطعت معاه، احتمال انك تكون اختفيت عن الساحة كلها، ساحة الحب، ساحة العلاقة، عن الانترنت، انت متباعد، انت مختفي، او مظهر شيء هو مش فاهمه، او حتى لو انك ظاهر بس انت يعني ما واجهتش، انت بتحبش تواجه، انت ما بتحبش تواجه، وشاف العلاقة هاي صار فيها مشاكل كتير وغدر كتير، الشخص ده شكله أتعبك، احتمال يكون انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا عن طريق المحكمة، العلاقة شايف فيها انها تكسر فيها كاسات كتير، وصار فيها عدم ثقة، مش ثقة، وشايف انه فيها تردد كتير، هاي العلاقة فيها تردد من قبلك ومن قبله، انتوا مترددين، اذا انتوا قاعدين بتكسروا في بعض من ترددكم، ما اشوف انكم انتوا بتحكمنا صح، اندمجت في القرآن بصراحة. بس أنا شايف إن العلاقة فيها زعل، زعل وخسارات وتجريح، شخص ده احتمال إنه شايف هو جرحك، خدعك، وهو فعلا إن هو محتال ومخادع، رومانس، في رومانسية. بيحكوا لك إذا كنت تصدق في شيء، بيحكوا لك إذا كنت تصدق، خلينا نشوف الرومانس، نشوف هذا الشخص، أنا عبالي أحلل له شخصيته يعني. أكيد راح أحلل شخصيته عن طريق الانتقال له reconciliation، في رجوع شخص من الماضي رجع لك يا برج الحوت، gap year، طب هون بيحكوا لك امنح علاقتك فرصة واعمل على شراكتك، يعني بيحكوا لك أعطوه فرصة، الشخص ده رجع، أنا شايف إنه رجع يتواصل معاك الشخص ده، او بحاول يتواصل معاك وانت متباعد مختفي، في شيء للشخص ده انت مش نسيله اياه، انت مش نسيله اياه، انت بتراجع فيه وتحلل وتربط الخيوط في بعض، في شيء انت مش نسيله اياه، العلاقة هاي زي مرت يعني وقت شدة كتير، يعني كان فيها الشدة أكتر من الرخاء، فهون بيحكوا لك انه اذا انت كنت تصدق انه في رومانسيه، او يمكن شخص بده يرجع لك، شخص بده يرجع لك، في شخص بده يرجع لك، سواء هذا الشخص او شخص انت بتنتظره، اللي انت بتنتظره هو راجع، او هو شخص هو راجع عند الشخص، هون بيحكوا لك في موعد ولقاء شخص جديد، مواعده، في مواعده، في خطه جديده، في تحديد مواعيد، في رجوع برج الحوت، في قضية إنه في شخص منكو خاف من الغدر، أو إنه الشخص رجوع، وأعتقد إنه أنت برج الحوت، لأنه هو شايفك إنك أنت مرقت فيه كتير، في أشياء تكسرت فيك كتير من قبله ومن قبل الآخرين، احتمال أنت بتمر في يعني في محيط كل الناس حواليك مثلا أشرار أو غدارين أو غدروك أو استغلوك، طب العائق اللي في العلاقة هي فيش تفاهم بينكم، انتوا مش فاهمين بعض، أو في كترة تعنت وفي خوف، خوف زي ما حكولكوا إنه خوف من الهجر، في شخص بخاف انه يخوض يعني للاخر، يخوض في العلاقة، فيكو شخص مخدود وتعبان
وكأنها كل الدنيا اتجمعت عليه يعني كسرته. فيكو شخص طالع من علاقة قبل هالمرة فات بهي العلاقة ومتردد جدا. انت يا برج الحوت متردد من ناحية اي علاقة، انت يعني انت زعلان متباعد عن الشخص، زعلان جدا جدا. هو شايف انه العلاقة فيها مفيش فيها تقدم، انتوا واقفين عند مرحلة في الماضي، يعني شيء حصل فيكم في الماضي وبسبب هذا الماضي العلاقة واقفة وما بتتحركش، ما بتتحركش، فيها زعل وفيها شخص بضل زعلان احتمال انه في رفض اسري مثلا. انت يا برج الحوت شخص اكبر منه سنا والاهل رافضينك، اشوف الشخص ده احتمال مرتبط، الشخص ده احتمال بتاع علاقات، يعني بتاع علاقات وهو مخبي هذا الشيء. بس انا شايف ان هو زعلان ومفتقدك هذا الشخص، وبفكر كيف يغير لك نظرتك عنه، يغير نظرتك عنه، لان انت شايفه سيء جدا، شايف العلاقه سيئه، وشايف ان العلاقه هاي ارهقتك واتعبتك، والعلاقه هاي مفيش فيها يعني مش قادرين تتجاوزوا عقبه، في عقبه انتم مش قادرين تتجاوزوها، في حكم بالماضي اصدر عليك يا برج الحوت انت مش قادر تتجاوزه، انت مش قادر تتجاوزه. هو شايفك انك انت شخص يعني مشوش وعندك احلام كتير، وشخص انت اللي دايما بتهرب، تهرب من العلاقة، تهرب من العلاقة. وهو شايفك انك انت مريت بعلاقات كتير على فكرة الشخص ده، مع انه شايفك انك انت شخص عقلاني وشخص قطعت كتير لتوصل لمرحلة النضوج اللي انت فيه حاليا. احتمال انت انفصل يعني، والشخص هذا مثلا ما كانش في زواج وانت كنت في زواج. الشخص هذا شايف انك انت دايما بتهرب من العلاقات، من الاعجاب، من العروضات، انت دايما بتقطع، بتختفي، بتتباعد، انت دايما بتتباعد، انت بعيد، انت مش قادر تفهم الشخص. الشخص هذا مش قادر يفهم انت ليش شكاك، انت شكاك على فكرة، او عندك نوع يعني مش شكاك انه عندك شك مرضي، لا انت زي يعني بتأمنش بسهولة انه الشخص هذا لو قال لك بحبك فانت بتضل متوهم، لا طب هو ليش بحبني، طب هو شو بده مني، طب هو عندك شكوك يعني ليش، لانك مرقت في الماضي في علاقات اتعبتك، مش شرط علاقات حب، كمان علاقات مع الاشخاص المحيطين فيك، المحيط اللي انت كنت فيه. انت كيف شايف هذا الشخص ونظرتك للعلاقة؟ انت شايف هاي العلاقة ثلاثية، في طرف بيناتكو متزوج على فكرة او مرتبط احتمال، بس لا من العلاقة. انت شايف هاي العلاقة فيها سيطرة، في شخص بيحاول يسيطر على الاخر، انت شايف بالنسبة لك هي العلاقة خلاص انقطعت، انت شايفها بدها قوة، هي العلاقة بدها قوة وبدها تحدي، يعني مثلا بدك تتحدى ناس عشان تبقوا مع الشخص هاد. كيف حكيت لك انك انت قاعد بتحسبها على الورقة والقلم شو مساوئ العلاقة وشو ايجابياتها، فانت شايف ان هي العلاقة بدها تحدي كبير، وانت شايف هذا الشخص مرتبط بأسرته رابطة قوية بينهم، إيه عنده طرف آخر في حياته مهتم بعمله مثلا أكثر منك، إيه أنت شايف العلاقة فيش فيها يعني اتفاق بيناتكم، يعني أنت شايف إن العلاقة هاي فيها حدود كتير، يعني بتقطع صوت كبير وحدود كبير، حتى هنا شايف نفس النظرة يعني. لو بتكتمش شوط كبير
هتتعدوا الحدود اللي بينكم، في عوائق بينكم، احتمال العائق يكون انت من مدينة وهو من مدينة، احتمال في اختلافات بينكم، اختلافات بالجنسية مثلا، اختلافات في العقيدة، لأنه شايفك إنك أنت مختلف عنه، احتمال أنت من ديانة وهو من ديانة. طب الشخص هذا شو نوعية، شو خطوته؟ الشخص هذا بده يرجع وناوي على استقرار معاك، احتمال إذا كنتوا يعني في عمل بيناتكم مشترك، احتمال يعرض عليك عرض، يكون هذا العرض يريحك، طمأنينة إلك، شو ما كان العرض، هو بده يطمنك إنه هو شخص مش لعبة، ولا شخص بده يغدرك، ولا شخص بده يخونك. احتمال العلاقة هي واقفة على طرف آخر غيركم أنتم، يعني الأهل، بعد المسافات، فرق في ال في فرق، في فروقات. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض يطمنك من خلال هذا العرض إنه أنت في هاي العلاقة رح تنجح، ويطمنك إن هاي العلاقة أنت رح تكون حر فيها، حر قرارك. الشخص هذا ناوي يحقق معك انتصار، الشخص هذا يتواصل معك، بده يرجع، في رجوع بينكم، بده يعطيك عرض قوي هذا الشخص، بده يعطيك وعد، وعد، أيوه بالضبط، وعد قاطع، إنه بتعيش يعني مثلا بحرية، بهدوء، تنسى الماضي، يعني نوع من أنواع، إذا أنت مقيد في شيء بده يفك هذا القيد، ويعطيك الحرية، تنطلق، تنطلق. كمان عرض عليك هذا العرض، فهون بيقولوا لك في رجوع وفي مواعدة، لكن في شخص منكم بخاف من الهجر، وهل انت يعني شايف انه مستحيل يكون في بناتكم حب؟ انت اللي شايف مستحيل يكون في بناتكم شيء، وانت شايف ان العلاقة هاي مستحيلة، لانه يعني بيقولوا لك اذا كنت تصدق يعني، فانت مش مصدق، انت بتحاول تصدق يعني، فانت مش مصدق انه هاي العلاقة رح تكمل، او هاي القصة رح تصعد ل الارتباط مثلا، او تطلع من العوائق والمشكلة اللي انتوا فيها تخرجوا منها، فيها تردد هاي العلاقة، فيها خوف من قبلك يا برج الحوت. طيب خلينا اشوف لكم الابراج، عندنا برج العذراء وبرج الجدي، برج الأسد، الحوت، السرطان، الحوت كمان مرة، والعقرب، برج كمان عندنا الأسد، قوس، الميزان، الدلو، الثور، فقط طاقات نارية، هوائية ومائية، طلع اللي طلعوا برج الحوت الكرش، هلا هوائية مائية وترابية، كل الطاقات موجودة، كل الطاقة. طب خلينا نشوف الكراش في برج الحوت، بس الشخص ده صادق في حبه لك يا برج الحوت، يعني ما تقلقش. طيب انت معروض عليك اكتر من عرض، وانت في وقت هلا اختيار وخيار، يعني عمال بتختار، وفي خيارات قدامك عديدة، انت شايف ان هذا الشخص مفتقدك، او انت شايفه انه شخص مثلا فقير، وحيد، طالع من ازمه، الشخص هذا في بدايه جديده، في عمله، في شيء هو بدي في بدايه جديده. طب شو مشاعر هذا الشخص ناحيتك البراش؟ نفس الشيء انا بقولي، الشخص هذا حاسس انه انت شخص غدار، او شخص انت مش من السهل انك تقبل في العلاقات، مش سهل، انت شخص مش سهل عنيد،
طب هل مشاعره صادقة زي مشاعرك؟ هو إحساسه؟ آه، هو حبك هذا الشخص، منبهر فيك كمان. طب شنو بيا من ناحيتك؟ هو بده يتوازن معاك ويوصل لاتفاق معاك. الشخص هذا بده يغريك أو يعني يقدم لك عرض أنت تنبسط منه، والشخص هذا شايفك إنك أنت عنيد ومارق في علاقات عدة، وأنت يعني مش عارف، بس إنه هو حاسس إنك أنت تختار يعني تنقاي، تنقي تنقاي، وشايف إنه لازم نوايا إنه شايف إنه لازم يقنعك، يكون عنده قدرة على الإقناع. أنا شايف إنه لأنه معجب فيك جدا جدا هذا الشخص. طيب هل راح يعترف لك؟ كيف راح يعترف لك؟ راح يعترف لك ويفرجيك عروضاته. أنت رافض هذا الشخص لأنه شخص فقير أو يتيم أو مارق بعلاقة قبل هالمرة و خرج منها، وأنت بتعرف هاي العلاقة. الشخص ده من محيطك، من محيطك. الشخص ده بده يعترف لك وبده يعرض عليك عرض الحب. احتمال يكون هو من برج العقرب أو السرطان، الميزان والثور. طيب خلينا نشوف العمل يا برج الحوت، شو وضعك في العمل؟ تبقى طيب أنت عندك عروضات في العمل وبتفكر في العمل اللي يخرجك من أزمة، يمكن أنت بتمر بأزمة مالية أو ضائقة مالية، وأنت بتفكر في العروضات اللي تعرض عليك، وعندك اختيارات كتيرة، وأنت بتحاول تقبل في العرض المناسب لك ليطلع من شعور الفقر أو الاحتياج. احتمال أنت نعرض عليك عرض وأنت شايف إنه هو لا يقل عن العروض اللي عندك، أو هو قليل بالنسبة للعروض اللي عندك. طيب خلينا نشوف العمل. انت بتحاول تستقر في العمل، انت في عينك على عمل معين، انت في شيء في العمل عينك عليه وبتفكر فيه جدا. طيب نشوف، انت عينك على شراء منزل، دايما البعض منكم في شراء منزل أو مشروع يكبرك، أو مشروع تستقر فيه في المنزل. أنت يعني بدك استقرار أكتر، أنت في عينك على العمل شايف إنه هو استقرار بالنسبة لك، وأنت يمكن بدك مبلغ. احتمال أنت شخص مثلا مستأجر منزل مثلا، وأنت بتفكر في عمل تخرج مثلا وتصير صاحب ملك بيت، يعني تملك بيت، تملك منزل. ان شاء الله يتم هذا الاشي. شو انت قلبك مكسور يا برج الحوت؟ انت بتحاول، انت مش ما بتحاولش، انت بتحاول. انت بتحاول انك تملك منزل، انت شوي متعب من ناحية السكن. انت بدك شوية وقت، بدك شوية وقت، بدك تعمل عشان تحصد، بدك شوية وقت. طب خلينا نشوف كيف صحتك يا برج الحوت. صحتك يا برج الحوت، انت صحتك ممتازة ممتازة. طب خلاص نشوف، انت بتعاني من وجع قدمين او رأس او في الصدر، ضائقة في الصدر، بس شايفنا يعني انت يا برج الحوت في شيء مسيطر عليك، مثلا مدمن، عندك ادمان، عندك ادمان، إدمان تفكير، إدمان دخان، إدمان مشروبات أو إدمان مخدرات. أنت في عندك إشي إدماني متعب صحتك،
متعب صحتك، مش شايف انها طاقة شريرة او طاقة حسد او سحر. خليني اشوف شو هذا اللي انت بتمرق فيه في صحتك. انت مجهد من العمل، انت مجهد من العمل، في عندك ادمان عمل، انت مجهد من العمل، انت محتاج رياضة عشان تفك عضلاتك، انت متربط، كأنك متربط يعني، كأن العضلات عندك متربطة، فمحتاج لرياضة. بس صحتك يعني منيحة، مش شيء، صحتك منيحة، وانت بس مهتم في العمل ومهمل صحتك، عندك إدمان تفكير، إدمان عمل، مش إدمان شيء. بس انت عليك تعمل رياضة وتمارس رياضة يومية وتاكل مكملات غذائية فقط. طيب خليني اشوف، ناخد كارت للكراش لبرج الحوت. لان احنا اخذنا المنفصلين او في الطباعات اللي عملتها راح تكون في مرونة، وبحكوا لك خليك مش مسيطر، بحكوها حازم، يعني كون حازم، كون حازما وفي مرونة. الشخص اللي الكراش هو مختلف عن تفكيرك، مختلف عن تفكيرك، مختلف عنك في التفكير، تميل انتو من دولة وهو من دولة، تميل في اختلافات بيناتكم، تميل في اختلافات، مختلف عن تفكيرك او عن محيطك. ترو لاف، الشخص هذا حب حقيقي، فالشخص هذا احتمال كبير انه يكون مختلف عنك في الطبيعة، بطبيعة تفكيره، انه هو شايف انه بده يقنعك فيه، قلت لك انه هو حابب يقنعك فيه، فالشخص هذا احتمال مختلف عنك وانت مش مقتنع فيه، مثلا مش مقتنع فيه، فهم بيقولوا لك يعني تلفوا، هذا غير متوقع، يعني بيختلف عن توقعاتك الدائمة. يعني خليني أشوف لك كارت من هون، أسحب لك ونختم الحلقة مع برج الحوت. الشاكوش طلع لك يا برج الحوت، بيحكوا لك إعادة بناء التخريب واستجواب متكرر والعمل المستمر عليه. أنت شكلك شايفك إنك أنت رفضت، شايفك إنك أنت رفضت وخيبت أمل، لأن أنت في اختلافات بينك، شايفك إنك عنيد ولا تقبل بالقليل، وعشان هيك بيحكوا لك إنه توأم روحك هو مختلف عن باقي الآخرين اللي عرفتهم. هون بقول لك اعمل على إعادة بناء هاي العلاقة، يعني الشخص ده يا حرام حابب إنه يلفت نظرك ويفرجيك انه هو بيشبهك، بس هو بيشبهكش اصلا. فهمت يا برج الحوت؟ بس كون حازم، بقول لك تمام انك انت حازم، بقول لك خلي شويه مرونه، يعني خلي مرونه مع الشخص لانه هو مختلف عنك، بس هو حب حقيقي.